السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بشكل مكبر هنخلي لكم في آخر هذا الفيديو هذا القفطان باش تشوفوه بشكل ملبوس باش يبان لكم أكثر. استعملت فيه الموديل الإسباني على واحد الكوزة. بالنسبة للحاشية ديال هذا الموديل بالنسبة للصدر والسوق استعملت المربعات المائلة مدورين على جوج ديال الأعمدة. الملاقية استعملت فيها العقيق، استعملتها بالعقيق كما الصدر تا وزينته بالعقيق في اللون المرجاني كوغاي. هو نيت خديت اللون من هاد لي موتيف هادو، هاد الوريضات هادو اللي كاينين عندي في هاد الجوهرة. بالنسبة للبصلة لاحظي معايا، حاولي انك يكون عندك الموديل هنا مثلا والخطوطة ديال الجوهرة يكونوا عندك قد قد، حيت كاين شي مرات كيكون هاد البلاصة الفاتحة كتكون هنا والبلاصة الغامقة او اللي فلوغي فيها الورود كتكون في هاد الجهة. حاولي يكون داكشي الا استطعتي يكون متماثل جهة اليمين مع جهة اليسار. هذا قفطان عندنا هنا دورات الرقبة، هنا استعملت نفس الطريقة اللي وريت لكم في داك الموديل الاسباني داك اللي على جوج الكوزات، ولكن الدورة هنا بحال نفس الشيء، دورته على الظهر كله ديال القفطان وزينته ايضا بالعقيق والاحجار كما قلت لكم. نفس الشيء بالنسبه للاكمام. الطوق اللي اختاريت لهذا القفطان هو طوق ديال واحد الكوزه ديال الموديل الاسباني. كما لاحظنا في السلسله التعليميه راه شفنا الطريقه ديال الاشتغال ديال هذا الطوق، طريقه كيفاش انك تزيني، شفنا جميع التفاصيل. نوريكم الشكل اللي خرجت به من خلال هذا الصدر نصدق. طبعا شفنا طريقه العمل، هنا درت الفتحه، درت الدوره هنا، هاد الزوايا هما اللي كيفرقوا ما بين الفتحه ودوره الرقبه. ثم خدمت هنا فقط هاد الشيء اللي عندي في النص، خدمته هنا دورته على هذا الطوق، هذا النص على اليمين والنص على اليسار، ودرت الشبك جهه الظهر. هنا عندي التنبات، درت هنا الاحجار في الامام فقط. يقدري الا بغيتي تقدري تزيدي مثلا في هذه البلايص هادو جوج، هنا ربما هنا جوج الا لقيتي اتساع. وكانت هذه هي النتيجه اللي كتلاحظوا على الصور. نفس الشيء بالنسبة للأكمام، هادو الكمام اللي استعملت في هاد القفطان. أرجو من الله أن هذا الاقتراح ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم هو للاقتباس وباش تخدموا بحاله إن شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء في عروض جديدة من الكروشيه المغربي على قناة تيركواز كاتيغا.